اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين مع نجمنا الكابتن احمد بلال وطريقه لعب النادي الاهلي النهارده اللي دايما بيمتعنا فيه ماتشاته ماتشات النادي الاهلي يعني تحس ان هي بتفرح جماهيره. النادي الاهلي النهارده مع فايلر لعب بمحمد الشناوي وايمن اشرف ورامي ربيعه في قلب الدفاع محمود وحيد محمد هاني عمرو السليم انت مقسم اللعيبه انت حضرتك مجدي قفشه ووليد سليمان وفي الاطراف رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايه. شفنا النهارده تكيس قدر يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي في الشوط الاولاني، قدر يحد من خطوره حسين الشحات وخطوره رمضان صبحي الاطراف اللي هم بيعملوا كل حاجه في نادي الاهلي. طيب اتفضل طريقه لعب فايلر عجبتك النهارده؟ بص طريقه لعب الراجل يمكن ثابته بشكل كبير يعني تمام متحركه مع بعض الافراد يعني هو بيغير زي. يعني النهارده مثلا النهارده يعني زي ما شفنا نفس طريقه الاداء اللي بيلعب اللي بيشتغل بيها بيلعب عمرو السليه هو لعيب رقم 6 النهارده اللي حاطه في نص ملعب بيلعب من قدامه مجدي قفشه يعني مجدي ما بيلعبش 6 زيه زي عمرو السليه بيلعب 8 اللي هو اللعيب اللي عنده امكانيه صناعه الاهداف شويه وحته نلعب بلاي ميكر لان هو ساعات بيكمل يا اما على طرف يا اما هنا في ناحيه اليمين بيكمل مع الهجمه يا اما بيكمل ناحيه الشمال مع رمضان صبحي هو اللعيب السبورت. عشان كده احنا لما بنيجي نقسم طريقه اللعب بنقول 4-1-4-1 يعني حسين الشحات بيبقى موجود تحت وليد سليمان على نفس الخط رمضان صبحي ومن قدامهم جونيور اجاييه هو ده اللعيب اللي بيبقى الفرود الصريح هو بيلعب 4-1-4-1 ودي الطريقه اللي بيعتمد عليها دايما مستر فايل بيغير فيها ساعات مقلوبه 4-1-4-1 مقلوبه ممكن تبقى مقلوبه ممكن تبقى بعض الاوقات مقلوبه لان هو النهارده ما بيعتمدش على الاسترايكر الصريح الشادو سترايكر لان انت في بعض الاوقات كتير جدا النهارده هتشوف في بعض الاوقات بيقوم جون اجيل بينزل وليد سليمان هو اللي بيقوم بالحته دي زي ما شفناه النهارده اكتر من كره عرضيه شفناها في ماتش اسوان لما احرز شفناه النهارده في العرضيه اللي اتلعبت النهارده وليد سليمان هو اللي بيكمل في الحته دي هو اللي بيكمل كسترايكر تاني ودي ميزه بيشتغل عليها فايلر عشان كده هتلاقيه في اخر مباراتين انه عايز يبقى فيه سرعه دايما في الحته اللي قدام عايز وليد سليمان بالسرعات اللي موجوده عنده هو اللي يكمل هو اللي يكمل في ال 18 ودي طريقه لعب خد بالك النهارده قابلها شويه تكيس تمام في الشوط الاولاني في الشوط الاول طب ده ما يقلقش يعني الشوط الاولاني كان في حد من خطوره رمضان صبحي بشكل كبير صح. جدا يعني كان رمضان صبحي كان مقفول عليه وقدر تكيس ان هو يقفل على رمضان صبحي قدر ان هو جونيور رغم ان كان في فرص ما انا خد بالك انا عايز اقول لك في حاجه مهمه جدا في الخطه دي تمام النهارده وادي دجله النهارده لو طيب لو هجيب لك وادي دجله شيل الاهلي وادي دجله اللي لعب النهارده بالتشكيل اللي قدامكم دلوقتي كل النهارده وادي دجله النهارده يمكن الراجل كانت مميز جدا في الشوط الاول لان كل دايما 2-1 دايما اتفضل دايما هنا على طول 2 دايما على طول هتلاقي السنتر باك بيروح ومع الباك ليفت هتلاقي السنتر باك بيغطي مع الـ مع الـ مع الـ مع الباك رايت دايما على طول لانهم عارفين ان خطوره النادي الاهلي عند الشحات وعند رمضان صبحي عشان كده كان بيلعب بشكل كويس عشان في بعض الاوقات انا لما بقول ان النادي الاهلي في بعض الاوقات ممكن تستغنى عن فكره انك تلعب بمثلا واحد زي وليد سليمان في النص وتلعب بمجدي قفشه في الحته دي عشان يقدر يكمل في المنطقه دي عشان يبقى عندك شغل يلعب ناقص واحد لا ما حصلش ناقص واحد هينزل مين مكان يبقى اتنين ميدفيلدر رسمي طيب ومجدي قفشه هو اللي بيك هو البلاي ميكر لان النهارده مش موجوده كتير النهارده شفت صناعه اللعب ما كانتش موجوده عند النادي الاهلي في الشوط الاول كان في مشكله في حته الكرات الطوليه طيب النادي الاهلي يعني قدر يوصل بمهاره المهاره الفرديه في المهاره الفرديه النهارده كانت المباراه هي عباره عن المهاره الفرديه لعيبه النادي الاهلي والاخطاء المتكرره لوادي دجله تمام كان كناحيه فنيه تمام. لو النهارده شفت هات الاهداف النهارده لو شفت الاهداف هتلاقي بص الهدف الاول كره عكسيه رمضان صبحي من الناحيه العكسيه تمام. الهدف الثاني كره عكسيه النهارده برده لحسين الشحات يعني حسين الشحات كره عكسيه النهارده كلها عرضيات ناحيه برضو رمضان صبحي كره عكسيه ومهاره الهدف الثالث نفس الموضوع برضو كره اتلعبت عكسيه من مجدي قفشه راحت لعمرو السليه لعبها بالعرض كلها كرات من ورا البلايند اريا بتاعت طيب بتاعت وادي دجله نادي محير يعني نادي بيأدي بشكل كبير جدا يمكن من اصعب الماتشات رغم ان هي 3-0 لكن من اصعب الماتشات على النادي الاهلي تاخر الفوز شويه لكن وادي دجله سهل جدا يجي في جون صح. وسهل جدا يسجل هدف السرعة. الشناوي كان متالق النهارده بشكل كبير جدا السرعات اللي موجوده عند لعيبه وادي دجله وسرعه
الانتقال الحمله بيسميها الهجمات السبيد اتاك زي ما بيقولوا يعني، او الهجمه المرتده او الكاونتر اتاك، بيعملوها بشكل رائع جدا جدا. هم عندهم بس مشكله في الفينش، عندهم اللعيب اللي هو اللعيب المغربي تقريبا او اللعيب التونسي، لعيب عنده سرعه عاليه جدا، لكن عنده مشكله في حته الفينش، مشكله في الحته دي بشكل. راح مره اكتر من مره يروح ضد واحد لو عنده مهاره كان يقدر يسجل اهداف، لو عنده هو بيستغل بس السرعه بتاعته، لكن المهاره مش موجوده. واضح ان احنا عندنا مشكله في حته الفينش مع التونسي. هو عبد الكريم بالظبط كده. اتفضل. لا لا اسف، رفيق قصدك رفيق كابو اللي عنده السرعه. تمام. سرعه عاليه جدا، بينطلق انطلاقات رائعه جدا، ولكن عنده الفينش سيء جدا جدا. ده معناه ان احنا عندنا برده في النادي الاهلي مشكله في الحته دي، لان كان في اختراق كبير جدا في النادي الاهلي، جدا جدا يعني عند النادي الاهلي في حته ان في حته يعني بص دي كانت مشكله كبيره جدا عند النادي الحته دي، تروباصات كتيره جدا، كل الكور كانت من ورا المدافعين، كان في انفراد من هنا محمد الشناوي شاله، وايضا كان في انفراد ثاني في الشوط الثاني. كمان مهم، في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي ما بين الباك رايت والسنتر باك وما بين الباك ليفت والسنتر باك. طب ليه الموضوع ده ظهر بشكل كبير جدا بعد اصابه حمدي فتحي؟ لان خد بالك عمرو السوليه برده مش اللعيب رقم 6، ودي برده مشكله كبيره في النادي، هو بيحاول يتغلبوا عليها. لكن عمرو السوليه مش اللعيب، يعني خد بالك عمرو السوليه مش اللعيب اللي بيلعب عرضي. حمدي فتحي كان اللعيب اللي بيلعب عرضي، فتلاقيه دايما لما يخرج محمد هاني تلاقي لما يخرج محمد هاني تلاقي لما يخرج محمد هاني مثلا في الحته الاماميه تلاقي عمرو السوليه هو اللي جه الناحيه دي، تلاقي سوري قصدي حمدي فتحي عامل التغطيه الناحيه الثانيه، كذلك محمود وحيد لما بيخرج تلاقي عمرو السوليه، فما تلاقيش دايما في اريا فاضيه عند النادي الاهلي. النهارده لا، الاريا مش موجوده، الحته دي مش موجوده، لان عمرو برده مش الحته بتاعته انه ميد فيلدر رقم 6، ما بيوجدش الحته دي. طب قالوا ديانج ما يعملش الدور ده؟ ممكن يعمل الحته دي. قالوا ديانج ممكن يعمل الحته دي. النهارده لما نزل برده اتظبطت نوعا ما نوعا ما. انت بتتكلم على اتنين، خد بالك قفشه وعمرو السوليه الاثنين امكانيات هجوميه اعلى من الامكانيات الدفاعيه، فبالتالي انت كل شغلهم يا اما شغل عرضي يا اما شغل طولي، قليل جدا لما بتلاقي الشغل العرضي في ملعب. فالنهارده حمدي فتحي تاثيره على النادي الاهلي كان تاثير كبير جدا وواضح في الثلاث مباريات. مجدي قفشه يعني شايف عنده حريه كبيره جدا في توزيع الهجمات، سواء لرمضان سواء لحسين الشحات سواء لوليد سليمان سواء لجونيور اجايه، يعني مجدي قفشه تحس ان هو حر في المنطقه ديت. مجدي قفشه النهارده بان الدور الرئيسي بتاعه بعد ما رجع للمركز الطبيعي بتاعه، اللعيب رقم 10، اللعيب البلاي ميكر اللي بيقدر يصنع الاهداف. اشتغل في الجول الثالث كويس قوي، اشتغل في الجول الثاني برده كويس قوي، اشتغل النهارده اكتر من ثرو باس، قدر النهارده يشتغل اي مجد. لو شفت النهارده مجد قفشه كنا بنلاقيه بيوصل للحته دي، بيوصل للحته دي. لما كان بيلعب ميد فيلدر لعيب رقم 8 ما كناش شايفين خطوره للنادي الاهلي. طب اخيرا تنصح مجدي قفشه بايه؟ لان مجدي قفشه من اللعيبه اللي بيحبوا يحرزوا اهداف، خلي بالك. فهو يركز في احراز الاهداف ولا يركز في تمويل اللعيبه؟ هو دي بص، خد بالك في نقطه هيعاني منها، ممكن يعاني منها النادي الاهلي في افريقيا. طب في افريقيا انت في افريقيا ممكن تكون زي ما النهارده اتلعب حسين الشحات كان مقفول عليه، رمضان صبحي مقفول عليه، هو ده اللعيب الوحيد اللي ممكن يديك الحلول. انا بنصح مجدي قفشه في المباريات اللي جايه كلها يبتدي يشتغل على الجول، يبتدي يصوب، يبتدي يشوط، لان دي هتبقى مهمه جدا 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 النهارده، يمكن اكتر من فرصه. هو مش عايز يروح حدد واحد، هو مصمم برده انه يعمل الثرو باسز، بيعملها كويس قوي بشكل رائع جدا جدا، وجي منها الجول الثالث، ولكن لازم برده ان هو يسجل هدف، يشتغل على حته تسجيل الاهداف. سعيد باداء النادي الاهلي. جدا الراجل استمتع، الراجل عامل حلقه رائعه جدا جدا جدا، عامل حلقه بصراحه. وكمان التغييرات المنطقيه اللي بيعملها، التوقيتات بتاعه التغييرات حاجه رائعه جدا. النهارده بيغير تغييرتين، احمد الشيخ بينزل يسجل هدف، وليد ازارو بيسجل هدف، حاجه رائعه جدا. التوفيق كمان لما يصاحبك في التغييرات بتاعتك بتدي المدير ثقه كبيره جدا جدا جدا، بتخليه يشتغل وهو مستريح. تمام. تغييرات رائعه، تشكيل رائع جدا. الاهلي مش محظوظ شويه في حته الاصابات، مش محظوظ شويه في حته، لان الباك اريا يعني حته السنتر باكس عنده مشكله في الحته دي في الاصابات الكتير. تمام. ولكن الراجل بيأدي بشكل رائع مع النادي الاهلي. مبروك ليك ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز. غدا مباراه مهمه جدا، الزمالك وبيراميدز، اعتقد ان هي مباراه هتبقى قويه، مباراه كل الجماهير بتستناها. مباراه اعتقد ان هي من وجهه نظري مباراه جيده جدا بالفريقين، فريقين اعتقد نفس المستوى. الاثنين بيتنافسوا على المركز الثاني بشكل كويس. مين فيهم ايه؟ الاثنين بيتنافسوا على المركز الثاني حسب جدول الترتيب. طيب صح كده. شكرا ليك كابتن احمد بلال. مفيش فايده بيك والله، عايز اختم مش عارف. اختم. بشكرك كابتن احمد بلال، بشكركم على المشاهدين. غدا مباراه الزمالك.